التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر والتحديات تستمر على أرضية ميدان سيف العرب. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الخامس وثالث أشواط الإبكار. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذه اللحظة. تقدم مع المركز الأول أو تابع الصدارة والمقدمة من تتقدم هذه الأسماء الطويلة على المركز الأول من جنسي حسلم وسعيد بن سالم لينيبي في عملية التضمير، من يتابعها عنيد المضمرين. المركز الثاني، انتقل إلى المركز الثاني مباشرة وتتواجد عالية القادمة بعلو هذا الشعار وانجازاته وتاريخه. القادمة عالية لاسم الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان ومحمد بن يابر لينيبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث يأتي كذلك أبو يابر يقدم موده القادمة بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان محمد بن يابر لينيبي في عملية التضمير والتدريب. ناخذ المركز الرابع، وتابع المركز الرابع الواصلة والمتقدمة والحاضرة في هذه الانطلاقة القادمة في هذه اللحظات، المنطلقة الضبي وعبد الله بن علي بن عبيد بن رشيد الاشتبيهي. من يقدم الضبي؟ المركز الخامس. ناخذ المركز الخامس، تتواجد فيه شقرة لراشد بن عامر بن دعفوش المنصوري، يقدم شقرة على المركز الخامس والمركز السادس. وصلتنا وتقدمت زاهية القادمة بشعار محمد بن عبد الله بالطير العامري، والمركز المركز السابع وصول من في هذه اللحظات الشمردلة القادمة بشعار سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد، والمركز السابع الثامن هجن ند الشبه في هذه اللحظات. تقدم الشاهينية وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب. المركز التاسع بن حلوك قادم مع السايجة القادمة، السايجة حمد بن سالم بن سعيد بن حلوك ما شاء الله. المركز العاشر ناخذ المركز العاشر وبنعود إلى مقدمة هذا الشوط هذه القادمة على المركز العاشر لغزيل محمد بن قنوم بن سعيد بالكديدة. من يأتي مع لغزيل على المركز العاشر؟ هكذا هي النتيجة، هكذا هو ندانا الأول لهذه الأسماء المنطلقة والحاضرة في هذا التحدي. ما شاء الله، معترك صباحي متميز مع هذه الأسماء. شعاراتي أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه حاضرة في صباحية هذا اليوم، وكذلك شعارات أبناء القبائل حاضرة مع هذا التحدي والمشاركة. عودة إلى عنيد المضمرين، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. ما شاء الله، الطويلة على المركز الأول من هجن سيح السلم على الصدارة والمقدمة، وسعيد بن سالم لينيبي من يتابعها في عملية التضمير والتدريب. ما شاء الله، أبو أحمد مراقب متابعا الانطلاقات الطويلة على المركز الأول، عصاها في الأبطال بدون يوامر ولا تعليمات صدرتها من عنيد المضمرين. غادرنا الكيلومتر الأخير ويحمل كل التحدي والإثارة في عالم الأصايل ما شاء الله. وتابع المركز الثاني، وصول وتقدم من قبل مودة القادمة
متقدمة وعالية كذلك تتبعها على المركز الثالث بشعار سمو الشيخ نهيان بن زياد بن سيف آل نهيان ومحمد بن ياب الليبي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع والمركز الخامس من هجنة الشبه الشاهينية والشاهينية وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب متابعا لهذه المؤسسة وانطلاقتها وابداعتها في عالم الأصائل. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الطويلة. ما شاء الله الطويلة على المركز الأول، الطويلة على الصدارة وعلى المقدمة يا أبو أحمد بمنكبها ودموار المورك أحسن فيها الضباط القعشاها يفتخر دائما فيها أخويك واللي برك وكل راعيهين يتمنى شراها. ما شاء الله الطويلة الطويلة على المركز الأول، راحت الطويلة روحت الطويلة من هجن ساحة سلم وراحت بهذا الشوط، روحت بالجماهير يبارولها من اليمين ومن اليسار. تهانينا والناموس لهجن ساحة سلم، تهانينا والناموس كذلك لعنيد المضمرين، تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصلتنا على المركز الثاني زاهية لمحمد بن عبد الله بطير عامل المركز الثالث من هجنة ند الشباء، والمركز الرابع موده لسمو الشيخ نهيان بن زياد بن سيف آل نهيان. المركز الخامس الشاهينية من هجنة ند الشباء. هكذا هي النتيجة، التوقيت الزمني 6 دقائق و18 ثانية هو توقيت ووصول الطويلة قاطعة مسافة 4 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق و18 ثانية. تهانينا والناموس لعنيد المضمرين سعيد بن سالم لنبي ابو احمد من قدم هذه النوعية ما شاء الله في هذا الانطلاق والتحدي.